معالي الأستاذ علي بن صالح الصالح على أن يقدم هذه الورقة القيمة وشهادتنا جميعا مجروحة في سعادة في معالي الأخ علي بن صالح الصالح لما يميزه من قامة كبيرة في التجربة البرلمانية الناجحة في مملكة البحرين. أنا حبيت أن ألخص وأشيد بدور الشباب، ففيما يخص استشراف المرحلة المقبلة بالبحرين وإتاحة الفرصة وإتاحة فرصة أكبر للشباب البحريني، فقد لاحظنا في معظم التعيينات التي حصلت في الآونة الأخيرة على مستوى الوزراء والوكلاء والقياديين في القطاع العام والقطاع الخاص، إن هناك توجه للاعتماد على الشباب وتحملهم المسؤولية ومنحهم الفرصة التي طالما انتظروها. ويمكنني القول بأنها سابقة ارتأتها القيادة الرشيدة في مملكة البحرين بقيادة سيدي جلالة الملك الله يحفظه ويرعاه، وقد تكون هذه التجربة الأولى على مستوى منطقة الخليج العربي. ولا شك بأن هذا التوجه محمود، وأنا أرى بأن لدى الشباب البحريني قدرة فائقة جدا على الأطاق. ننتظر، كما أنني على ثقة كبيرة بأنه سيحدثون هذا الشباب التغيير المأمول به في المرحلة القادمة. فالتركيز الله يحفظكم بيكون على الشباب، ونأمل إن شاء الله في التكوين الجديد والمسيرة والقادمة في مجلس الشورى والانتخابات القادمة للبرلمان أن نعطي الشباب حقهم في المشاركة وممارسة حقهم جنبا إلى جنب مع المخضرمين. وأظن مثل ما قالوا الزملاء طموحنا كبيرة في أخذ هذه المسيرة إلى مراحل متقدمة جدا، ونبني على هذه النجاحات التي استمرت خلال العقود الماضية. فأشكركم مرة ثانية، وأشكر معالي الرئيس على حكمته في إدارة الجلسات، وكان لي الشرف أن أكون عضو في مجلس الشورى مثل ما تفضلت الدكتورة جهاد والآخرين على حكمته وعطاء الجميع الفرصة لإبداء آرائهم بكل سعة صدر. وهذه وإحنا نتمنى أن البحرين تستمر بمثل هذه القيادات المخضرمة إن شاء الله لأخذ هذه المسيرة الناجحة إلى مستويات أفضل بإذن الله تعالى تحت ظل قيادتنا الحكيمة والرشيدة إن شاء الله. فلكم مني جزيل الشكر والتقدير. شكراً.